الحواس الخارقة. وهو شاب عينه في حلقة سابقة ازاي النسر الجارح بيشوف بنظارة معظمة وبيقدر يعمل زوم ويكبر المشهد 3 مرات، والبومة في الرؤية الليلية ازاي هي اقوى بصرا 100 مرة من الانسان، وعندها في الشبكية 56,000 نقطة حساسة في المليمتر المربع. حشرة ابو المقص كل عين فيها 29,000 عدسة. الحية ذات الاجراس بتشوف الفار بانفراريد كاميرا تحت العين. الجمبري المقاتل او مانتس شريمب شاف معانا ازاي انه عنده تلسكوب نشان وعنده شومة يضرب بيها، ويضرب بيها مين؟ ده بيضرب بيها الاستاكوزا اللي هي قد الجمبري 10 مرات، ضربة واحدة على الدماغ يجيلها ارتجاج تقع زي الشوال وهو قد كده. وسمكة الجولد فيش ازاي بتشوف الاشعة فوق البنفسجية والاشعة تحت الحمراء. والاسماك العامية في كهوف المكسيك ازاي هي بتشوف عن طريق خط عصبي على الجانبين. والدلافين والحيتان في اعماق البحر بتشوف الخطوط المغناطيسية والمنعطفات المغناطيسية والشوارع المغناطيسية. والطيور المهاجرة، الطيور المهاجرة تستدل بالليل عن طريق الأبراج والنجوم، وتقدر تحسب موقعها بناء على مرجع ثابت هو النجم القطبي. ودي معرفة فلكية ان هي تعرف ان النجم القطبي ثابت، وممكن تحسب حسابات الحركة بناء على ثبات هذا النجم. يعني دي نوع من الملاحة الجوية. بقى الطيور صيادة السمك شفنا ازاي بتحلل الضوء المستقطب، وبالطريقة دي ممكن تشوف اللي يحصل جوه قاع البحر بالرغم ان سطح المية بيبقى مرتعش، لكن بتشوف من خلال هذا الارتعاش عن طريق تحليل الضوء المستقطب. القطط ازاي انها عندها في العين مراية في خلفية العين بتعكس الضوء وتبدو عينيها اكنها بطاريات. النحل ده عجوبة الاعاجيب. النحل ازاي عنده حاسة هندسية بيبني الخلايا السداسية بتاعته من غير ما لا مسطرة ولا برجل. والخلية اللي حيخزن فيها العسل يعمل لها غطاء كتيم، والخلية اللي بيبات فيها اليرقات يعمل لها غطاء نفاذ عشان تتنفس وهي نايمة. لو حصل غلطة وتعكس الوضع تختنق اليرقات وحيفسد العسل. والنحل ازاي بيشوف الاشعة فوق البنفسجية وتبدو الزهور بالنسبة له زي الفوانيس المنورة. والنحل عنده لغة اشارية متطورة بيتكلم بيها، وعنده بوصلة مغناطيسية، وعنده ساعة بيولوجية. والنحل بعد ما يبني العش بتاعه تبتدي الملكات تغني، والنحل يغني في فرحة بالعمار. النمل والكلاب والقطط والحمير والخيول والعقارب والتعابين، كل الحيوانات دي بتقدر تتنبأ بالزلازل عن طريق الإحساس بالشحن الاستاتيكية اللي في الجو، وعن طريق الإحساس بالغازات اللي بتطلع من بطن الأرض. يعني الحمير مش حمير في كل حاجة، بالعكس يمكن احنا بالنسبة للتنبؤ بالزلازل احمر من الحمير بكتير. الأشجار
الأشجار بتحس بهجوم الحشرات فتبتدي تفرز مواد صمغية ذات روائح نفاذة، والمواد تحملها الرياح تروح للأشجار الأخرى، الأشجار الأخرى تبتدي تكون في أجسامها مواد قاتلة للحشرات. يعني أكن الأشجار بتتكلم مع بعضها وتستخدم الرياح نوع من البوسطجي أو حامل رسائل عشان تبلغ بعضها إن في هجمة حشرات واستعدوا يا شجر. يعني الحقيقة شيء غريب، عالم عجيب. ونشوف الفيلم ونشوف الجديد، شيء عجيب. ربنا بيدي كل كائن ما يحتاج إليه من علوم ومعارف ووسائل للإدراك ووسائل للدفاع عن نفسه. شفناه بيدي الطيور معرفة فلكية بالأبراج والنجوم وحركات الأبراج والنجوم، ومعلومة أساسية بأن النجم القطبي اللي هو في الشمال ده عبارة عن مرجع ثابت، ممكن الطائر يحدد وضعه ويعرف وضعه وحركته بناء على هذا المرجع الثابت. الكلام ده فلك، ده حسابات فلكية على مستوى يعني. فأكن هذا الطائر الصغير اللي احنا شايفينه صغير ده هو فلك كبير. وشفناه بيدي الأسماك العمية خطين عصبيين على جانبي الجسم بيشوف بيهم، زي أكنه إيه، ربنا بيدي له عكاز زي عكاز الأعمى اللي بيتعكز عليه. وفي حلقة قبل كده شفنا سمكة التلج اللي هي آيس فيش، السمكة دي بتعيش في الجليد في وسط الجليد بتاع المناطق القطبية وفي درجة حرارة تحت الصفر لأنها دايما تبقى تحت في القاع، وبالتالي ربنا خلق في جسمها مادة أنتي فريز عشان يحمي الدم بتاعها فلا يتجمد. يعني شغلانة دي كيمياء، دي كيمياء دي بقى. وربنا سبحانه وتعالى بيدي الوطواط رادار ألتراسونيك بيحدد به حركته وبيعرف مكانه، وبيدي تعبان السمك الحنش اللي شفناه ده مولد كهرباء بيرفع الكهرباء اللي في جسمه ل 500 فولت، يعني ضعف الكهرباء اللي بتمشي الترماي. وعن طريق هذه الكهرباء العالية ممكن يصعق أي حيوان، ولما بيحصل التفريغ الكهربي بتاع ال 500 فولت القاع البحري بينور كله لكنها خط برق. وشفنا النملة وربنا اداها جهاز للتنبؤ بالطقس عشان تعرف امتى تطلع في موسم التزاوج وامتى تكن وما تطلعش. وشفنا لما الذكر النمل طلع قبل الاوان الشغالة قوم جري وجرجروه، خش انت رايح فين، ده النهاردة في زوابع ومطر ورياح. لكن لما الفلك بتاع النمل يقول الجو بديع والدنيا ربيع، الكل يطلع في موكب عظيم للتزاوج. ودي نملة. لما نيجي للنحلة نبص نلاقي عجب، ربنا بيديها حاسة هندسية غريبة تبني بيها البيوت الثلاثية بتاعتها والخلايا بتاعتها، وبيديها بوصلة مغناطيسية وساعة بيولوجية ولغة إشارية تتفاهم بيها اللي هي لغة الرأس اللي شفناها قبل كده، وعين تشوف بها الأشعة فوق البنفسجية. ايه ده وهي كلها قد كده؟ زمان كان الفلاسفة بيستدلوا على وجود الله عن طريق الجدل والمنطق التجريدي، دلوقتي عندنا سينما وفيديو وميكروسكوب وتلسكوب وسبكتروسكوب ورادار وليزر، كل دي عيون بتشوف وكل دي قرون استشعار بتجزم وتهتف وتقول ان لا تفسير لما نرى حولنا الا ان فيه إله واحد عليم خبير سميع بصير.
قدراته غير محدودة. وأنا دايما أجد متعة ونشوة ولذة في تأمل هذه الشواهد البليغة في عالم النبات والحيوان والجماد والإنسان والكون كله، وفي رؤية الحكمة الباطنة في الوجود. والأمثلة حولنا بلا عدد، وهي بعدد كل لفتة وكل نظرة. وكل المطلوب أن تجيد النظر وتحسن الاستماع والإنصات، وأن تسكت الضوضاء اللي جواك، ضوضاء الشهوات وشوشرة الأهواء والهواجس والهموم والشواغل، وتنصت في إخلاص وتجرد، وتنظر حولك في إخلاص وتجرد، وتنظر في داخل نفسك في إخلاص وتجرد. ولن تسمع في جميع الأحوال إلا صوت واحد، هو لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، الحاضر في كل وقت سبحانه وتعالى عما يشركون. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.